بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي تركي بن سعد فوزان، في الصف الثالث متوسط في مدارس الظهران الأهلية التي تقع في مدينة الظهران في محافظة الخبر، تحديدا في المنطقة الشرقية. عدد مشاركاتي في الأولمبياد هي 3 مشاركات وجميعها في المرحلة المتوسطة، وسأستمر بالمشاركة إن شاء الله في المرحلة الثانوية، خاصة أن مدارس الظهران تدعمني وتشجعني على التطور واكتساب الخبرات. أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أشارك في هذه المنافسات التي لا تزيدني إلا خبرات أكثر وأكثر. أشعر بالسعادة أيضاً بالدعم الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، للدعم الذي يقدمه للطلاب وتشجيعهم للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. أود أن أنتهز هذه الفرصة كي أحدثكم عن منطقتي الشرقية. تمتد المنطقة الشرقية شمالاً حتى حدود دولة الكويت، حتى اليمن جنوباً، وتجاور دولة الإمارات وقطر وعمان، ويربطها جسر الملك فهد بدولة البحرين شرقاً. تبلغ مساحتها 540 ألف كيلومتر مربع، فهي أكبر مناطق المملكة مساحةً. مقر الإمارة في الدمام، أميرها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. موقعها المتميز الذي يطل على الخليج العربي ويربطها بالعالم الخارجي، لذا سكنت من قبل 5000 عام تقريبا، فهي حلقة وصل بين كثير من الثقافات، فتأثرت بالحضارات العراقية والتركية والهندية والفارسية. تجمع المنطقة الشرقية بين الساحل الشرقي البحري الذي يزدان بأطول وأروع كورنيش، والواحات الخضراء في الأحساء، والصحراء لعشاق البر والصيد. وفيها متحف الدمام الإقليمي التاريخي الذي يتجول بك في مختلف العصور ويحكي أرثاً تاريخياً زاخراً، وهناك الكثير من المجمعات التجارية الحديثة والمنتجعات البحرية والمطاعم المتخصصة بالأكلات البحرية، كما يمكنكم التنقل في زوارق لجولات بحرية في منتجع نصف القمر، ويمكنكم ممارسة هواية الغوص في شواطئها الجميلة عند شاطئ نصف القمر. كما يمكنكم ركوب السفن التي تجوب مياه الخليج باستمرار، ويمكنكم التمتع باستقلال القطار إلى الرياض. ولا ننسى أن ندعوكم للعبور بسيارتكم فوق جسر الملك فهد لزيارة دولة البحرين الشقيقة في بضع دقائق لتستمتع برؤية خليج الجميل، لا سيما إن كان في وقت الأصيل أو عند شروق الشمس. كما وهناك حديقة الملك فهد الضخمة الجميلة بين مدينتي الدمام والخبر، ومعرض الزيت لشركة أرامكو السعودية بمدينة الظهران. وتأثرت المنطقة الشرقية تاريخياً بثقافات عديدة مثل اليونانية، الإغريقية والعثمانية، والدليل بناء البرتغاليين للقلاع في منطقة تغروت، والمشغولات الذهبية التي تحكي تاريخ المنطقة الثقافي، والهياكل والمنحوتات الحجرية والتماثيل والأحجار الكريمة ونوع الطعام واللباس. للمنطقة الشرقية خصائص اقتصادية مميزة، لعل في مقدمتها النفط، ففيها أكبر حقل مغمور تحت الماء في العالم، وفيها أكبر موانئ تصدير النفط، كما توجد فيها أضخم الصناعات البترولية، وتحديداً الصناعات البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعي. كما يوجد فيها أكبر واحة للتمور وهي في الأحساء، وفيها أكبر مزارع للأبقار وإنتاج الألبان. وتتميز منطقتنا بصيد الأسماك التي تعتبر مصدر رزق لكثير من السكان. وعند
زيارتكم لنا ستشاهدون مدننا الجميلة مثل الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، القطيف، النعيرية، رأس النورة، الوفوف والبقيق. السلام عليكم.